مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع بلقيس الجراد في اليمن من جائحة إلى مصدر للرزق. وصحيفة العربي الجديد تقول رمضان اليمن جوع وفقر. وفي الشرق الأوسط ومن أخبارنا المنوعة، فيسبوك تحظر شخصيات بارزة تعتبرها خطيرة. أهلا بكم. موقع قناة بلقيس قال إن ظاهرة اجتياح الجراد في اليمن تحولت من جائحة إلى مصدر لتحسين دخل الأسرة الفقيرة. أم محمد تبيع المشاقر والبيض والدجاج البلدي طوال العام في باب اليمن، لكنها هذه الفترة أضافت الجراد إلى بسطتها الصغيرة بعد الإقبال الكبير على شرائها. وعلى مقربة منها كان بائعو الجراد، وخاصة من الأطفال، يحملون قوارير مياه معدنية مليئة بالجراد ويتنافسون على عرضها على المارة. يبيع الحاج عبد الله أحمد الجراد أيضا ويقول لبلقيس إن الجراد هبة إلهية ورزق ساقه الله إلى الناس في هذه الظروف، يمكن أن يلبي بعض احتياجات الأسر التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة. يقول عادل الشيباني مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء: الاستنفار الكبير من قبل الناس في تجميع الجراد وتحويلها إلى سلعة تجارية ووجبة يتناولها المواطنون حال دون اتخاذ تدابير للمكافحة، اكتفينا بمراقبة الانتشار وتحرك الأسراب والناس تكافح الجراد بطريقتها. تصاعد حدة الشكاوى من قبل مستوردي المواد الغذائية الأساسية في اليمن، كما يقول موقع المشاهد نت، جراء استمرار سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء بمنع البنوك المحلية الخاضعة لسيطرتها من فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع. الغرفة التجارية الصناعية بعدن أعربت عن أسفها لاستمرار هذه الممارسات التي تتخذها الجماعة تجاه البنوك لإجبارها على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن. وتقف البنوك المحلية المتواجدة تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء المستوردون للمواد الغذائية ضحية تجاذبات وازدواجية القرارات للبنك المركزي في عدن والمعترف بها دوليا، والبنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي. وفي حين يدخل القطاع المصرفي في خضم الصراع بين الشرعية وميليشيا الحوثي، تأمل الغرفة التجارية الصناعية في الجهات أو من الجهات الدولية المعنية تقريب وجهات النظر بين الطرفين والعمل على تحييد الاقتصاد اليمني في الصراع الذي ينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين. وكتب محمد هائل السامعي لموقع الصين بعيون عربية مقالا تحدث فيه عن خط الحرير الدولي والعلاقة التاريخية الاستراتيجية بين اليمن والصين، وقال: تكتسب العلاقات اليمنية الصينية بعداً استراتيجياً وتاريخياً لما تمثله صلات البلدين والشعبين من تطور مستدام ونمو متواصل وشراكة وتعميق لا ينقطع لجذورها الضاربة أصلاً في أعماق تاريخ الشعبين منذ القدم. وفي العصر الحديث كانت جمهورية الصين الشعبية أولى الدول التي بادرت إلى مساعدة اليمن بأهم شريانين حيويين هما طريق صنعاء الحديدة وطريق عدن المكلا. يحكي التاريخ في المراجع الصينية المؤكدة أن العلاقات التاريخية بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية هي علاقات متينة وقوية ومتميزة وقديمة، وترجع جذورها إلى عهد الإمبراطور تشودي عندما أرسل البحار المسلم تشينغ ها على رأس أضخم أسطول تجاري على مدى التاريخ، والذي تجاوز أكثر من 100 سفينة ضخمة بغرض تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الصين وقارتي آسيا وإفريقيا، وصوله إلى ميناء عدن عام 1416 ميلادية. وضمن علاقتهما الثنائية شهدت الصلات اليمنية الصينية نقلة نوعية جديدة، إذ وقع اليمن مع الصين على مذكرة تفاهم للانضمام إلى طريق الحرير الصيني الجديد الحزام والطريق. ووفقا للأنباء فإن انضمام اليمن يؤسس لعلاقة استراتيجية جديدة مع الصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية. أضف إلى ذلك أن الانضمام سيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين البلدين، باعتبار أن اليمن هو من أقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير. كعادتهن
كل يوم خرجنا لرعي المواشي، لكنهن هذه المرة لم يعدن إلى المنزل، بل وكما يورد موقع المصدر أونلاين قتلنا بانفجار لغم أرضي من مخلفات المواجهات المسلحة التي شهدتها مديرية كشر بحجة. مصدر محلي قال إن السكان سمعوا دوي انفجار في إحدى الشعاب بمنطقة العبيسة، وحين هرعوا إلى المكان وجدوا أن لغما أرضيا انفجر وأودى بحياة 4 فتيات يعملن في رعي المواشي. وبحسب الأهالي فإن اللغم هو واحد من مئات الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي أثناء المواجهات التي دارت بينهم وبين مسلحين قبليين موالين للحكومة الشرعية قبيل اجتياحهم للمنطقة وبسط سيطرتهم عليها. موقع يمن مونيتور نقل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إعلانها تطعيم أكثر من 1,000,000 يمني ضد وباء الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت المنظمة في منشور لها على فيسبوك إنه استجابة لتفشي وباء الكوليرا تم تطعيم أكثر من 1,888,000 شخص، وأضافت أن ذلك تم في المناطق الأكثر تضرراً في مديريات 70 والوحدة وشعوب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى محلية ودولية. وتم رصد أكثر من 250,000 حالة بالوباء منذ مطلع العام الجاري، توفيت منها قرابة 200 لتضاف إلى 3,000 حالة توفيت في العامين الماضيين. كتب الكاتب المصري عمرو حمزاوي في موقع القدس العربي مقالا بعنوان الاستعلاء على المجتمع والتاريخ، قال فيه: كيف تنظر التيارات السياسية الرئيسية الفاعلة في العالم العربي من إسلامية ويسارية وعربية إلى مسألة العنف؟ إن عنف الحكومات أو العنف الأهلي؟ هل تتغير تراتبية أولويات المفكرين وصناع الرأي على نحو يدفع إلى الواجهة بقضايا كاحترام التنوع الديني والمذهبي وقبول التعددية العرقية ويعلي من شأن المنطق الديمقراطي في التعامل معها؟ هل تطورت بنية النقاشات العامة حول شؤون المجتمع والسياسة والدين على نحو يفرض احتراماً متزايداً لحرية التعبير عن الرأي والحق في الاختلاف؟ قد تكون المنابع التبريرية للعنف التي ارتبطت في الماضي ببعض التيارات السياسية في انحسار، إلا أن الثابت أيضاً أن ثقافة الإدارة السلمية للاختلاف داخل المجتمعات العربية ما زالت إما غائبة أو محدودة الفاعلية في العديد من الحالات. في الجوهر ترتبط الديمقراطية بمنهج وإجراءات الإدارة السلمية للاختلاف التي تسمح بتعددية الطروحات والفاعلين وبتداول السلطة بينهم في إطار من حكم القانون والمشاركة الشعبية واحترام قيمة الفرد الإنسان المواطن. تغيب ثقافة الإدارة السلمية للاختلاف بين نخب الحكم والمعارضات في الدول المستقرة، فلم تتبلور بعد لدى الحكام قناعة استراتيجية بإمكانية صناعة التوافق بينهم وبين المعارضات على نحو يضمن مصالح المجتمعات الحيوية ويصيغ من القواسم المشتركة ما يسمح بتفعيل مبدأي حكم القانون وتداول السلطة وبإشراك الأفراد بوصفهم مواطنين ذوي أهلية في إدارة الشأن العام من خلال آليات كالانتخابات الدورية. مصدر الاستعلاء الشمولي المناقض للفكرة للديمقراطية هنا هو تجريد الحقيقة المجتمعية من مضمونها وتأويلها القسري بصورة تلائم فقط قناعات الذات الناظرة. ترفض النظرة الاستعلائية تجاه المجتمع الاعتراف بواقعه الاجتماعي والسياسي، بل وتستبيح نفيه باسم صياغات أيديولوجية علمانية كانت أو دينية. اختلفت استعدادات اليمنيين لاستقبال شهر رمضان من منطقة لأخرى كما ذكرت صحيفة العربي الجديد، وذلك بحسب تأثرها بالأوضاع السياسية والاقتصادية والحربية إلى جانب الاختلافات في العادات والتقاليد في أنحاء البلاد. تبدو المناطق الخاضعة للسيطرة الشرعية أفضل حالاً من تلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، يقول الناشط الاجتماعي هارون علي وهو من سكان عدن إن مدينته تهيأت لاستقبال شهر رمضان من خلال بعض المظاهر والأنشطة، وهو ما لم يحصل فيها بمثل هذه الحماسة الكبيرة منذ فترة طويلة. لا يختلف الوضع في محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن، فالأسواق تشهد ازدحاماً كبيراً بالمواطنين بغية شراء مستلزمات شهر رمضان على الرغم من تراجع الوضع المعيشي لأغلب السكان. وفي الشمال الخاضع لسيطرة الحوثيين يستقبل كثير من السكان شهر رمضان في ظل ظروف معيشية قاسية،
تقول أم أحمد: اشتريت متطلبات شهر رمضان الأساسية بعدما اقترض زوجي مبلغا من أحد أصدقائه التجار. نحن بلا راتب حكومي منذ عامين ونصف، لكن لا يمكن أن نتعامل مع شهر رمضان كأي شهر عادي، بل يجب الاستعداد له. أما صالح خالد وهو نازح من محافظة الحديدة فيقول للعربي الجديد: إن شهر رمضان هذا العام مثل بقية الشهور، لا شيء يتغير، فمائدتنا نفسها أرز وخبز ولبن أو خبز وشاي، لا نملك المال الذي يوفر لنا مواد غذائية إضافية. كتب مختار عبد الله في صفحته على الفيسبوك عن عقاب من لا يقرأ التاريخ وقال: في بداية سبعينيات القرن الماضي وصل اليساريون الثوريون للحكم في دولة تشيلي بواسطة الزعيم الأممي سلفادور أليندي عقب انتخابات شعبية حرة وبواسطة صناديق الانتخاب. قام رجال الثورة آنذاك بإجراء تغيير شامل لنظام الحكم وآليته باستثناء الجيش الذي سلم بعض قادته الموالين لنظام الدكتاتوري من التغيير، وهو الأمر الذي ثار عليه الشعب التشيلي. ثم وبواسطة جنرال مغمور في الجيش يدعى بيونشيه أحد أعضاء حكومة الجنرالات التي شكلها بنفسه أليندي في أغسطس، استطاعت المخابرات الأمريكية تدبير انقلاب مضاد أسقط الثورة وكل مكتسباتها وأسس لأسوأ نظام دكتاتوري عسكري عرفته قارة أمريكا الجنوبية. مئات الآلاف من خيرة أبناء ومناضلي الشعب التشيلي أُعدموا وزج في غياهيب السجون والمعتقلات ملايين الرجال والنساء، ساسة ونقابيون ومفكرون. واستمر الحال على ما هو عليه حتى تم القضاء على الدكتاتور الجديد بثورة شعبية جديدة بعد دفع الشعب للدماء ثمنا غاليا للتغيير الجديد. غادر الدكتاتور بيونشيه الحكم وتنكرت له جميع الدول حتى تلك التي صنعت وأوصلته للحكم، بل ورفضت استقباله في بلدانها وطالبت بمحاكمته عبر محكمة العدل الدولية، وهو ما تم بعد ذلك. جنرال واحد فقط استطاع قلب الموازين، وفي بلداننا العربية نثور على الحاكم المستبد، وإن استطعنا إقصاءه ولو صوريا أبقينا على أولاده وأولاد أخيه وجميع أقاربه قادة ممسكين بتلابيب الجيش، بل ونعيد كل أزلامه إلى مفاصل السلطة الرئيسية، ثم نشتكي بالقول إن قوى الثورة المضادة استطاعت هزيمتنا. من لا يقرأ التاريخ يعيده مرة أخرى، ومن لم يستفد من تجارب غيره التاريخية يؤدبه الواقع ويكرر لنا التاريخ نفسه بنفس البشاعة. حضرت شركة فيسبوك كما جاء في موقع شبكة البي بي سي عددا من الشخصيات البارزة التي اعتبرتها خطيرة من استخدام منصاتها الاجتماعية، منهم الأمريكي أليكس جونز مالك موقع أنفروز والإلكتروني المعروف بتبني نظرية المؤامرة من وجهة نظر اليمين المتطرف، والبريطاني بول جوزيف واتسون رئيس تحرير الموقع نفسه والمسؤول التحريري السابق لموقع بيريتا بارت ميلو يانوبولوس بسبب خطاب الكراهية. وستحضر الشركة أيضا لويس فارخان زعيم جماعة أمة الإسلام الذي عبر سابقا عن وجهات نظر معادية للسامية. كما حضرت شركة فيسبوك جماعات بريطانية معادية للإسلام مثل بريطانيا أولا من استخدام منصاتها الاجتماعية، ويمتد هذا الحظر لهؤلاء الأشخاص على موقع إنستغرام أيضا الذي تملكه شركة فيسبوك. وقالت الشركة في بيان لها: نحن نحظر دائما الأشخاص والمؤسسات التي تروج أو تنخرط في أعمال عنف وكراهية بصرف النظر عن التوجهات أو الأفكار التي تقبع وراء تلك الأعمال. ويشمل الحظر أيضا بول نهلين المناصب أو المناصر لعنصرية أصحاب البشرة البيضاء ولورا لومار وهي مناشطة ضد الإسلام ولها حضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما يكون مسلسل صراع العروش Game of Thrones عملا خياليا تدور أحداثه في عصور وسطى كما قالت صحيفة البيان، لكن الحلقة الأحدث منها من المسلسل كان بها لمسة معاصرة عندما ظهر كوب ستار بوكس بطريق الخطأ في مملكة ويستروس الخيالية.
وشوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة خلال احتفال في قلعة وينترفيل، وعلى مقربة من أشهر شخصيتين خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير، والتي حملت عنوان آخر أفراد أسرة ستارك. وقدمت بيرني كولفيلد، وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي والذي تنتجه شبكة HBO، اعتذاراً لمحبي المسلسل، وقالت: لا أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات المستخدمة في المسلسل يتحملون المسؤولية بنسبة 1000%. أما شركة ستاربكس، وهي أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم، أدلت بدلوها في الدعاية غير المقصودة لها في المسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها. قالت الشركة في حسابها على تويتر: بصراحة فوجئنا، لأن البطلة لم تطلب مشروب التنين، في إشارة إلى أحدث مشروب أضيف إلى قائمة الشركة الصيفية، وهو مشروب وردي اللون من فاكهة التنين وحليب جوز الهند. الكاتب العراقي طاهر علوان يكتب في موقع العرب مقالاً بعنوان صحافة من دون أصدقاء، يقول فيه: ليس بعيداً عن إيقاع الحياة وتسارع متغيراتها، تحضر الصحافة في عمق المشهد وتنقل ما استطاعت مما يستوجب نقله إلى الجمهور العريض في كل أرجاء العالم. وعلى الرغم من جسامة المهمة والتضحيات التي منفكت الصحافة تقدمها بفقد صحفييها في العديد من الساحات، إلا أنها ليست دائماً مرضياً عنها. هذه الظاهرة رافقت الصحافة وخاصة في الأزمنة الحديثة، وكان من ضحاياها الصحفيون أنفسهم الذين يجهدون في غرفة الأخبار وفي ميادين العمل الصحفي من أقلها إلى أشدها خطورة، ومع ذلك هنالك من يتشكك ولا يكترث بجسامة المهمة وتكلفتها الباهظة. واقعياً يتلمس باحثون مرموقون هذه الظاهرة ويتبعونها منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، ومنهم الباحثان تيموثي كوك وباول جرونغ الذين انخرطا في استقصاء هذه الظاهرة ونشرا دراسة موسعة في مجلة الاتصال السياسي. من الخلاصات التي توصل لها الباحثان أن من يطلقان عليها شريحة المتلقين ثقال الوزن من جمهور الصحافة، وهم من الشريحة المثقفة والمهنية ومن المهتمين بالأخبار بشكل يومي، هذه الفئة ثبت أنها هي الأكثر تراجعاً في ثقتها بالصحافة والأخبار. ووفقاً لما أشرنا إليه من هذه الظواهر والمؤشرات، مهمة الصحافة تبدو أكثر صعوبة مع جمهور يزداد نأياً بنفسه ليعيش في جماعات ذات اهتمامات مشتركة، وليس مهماً عنده كيف تصنع تلك الباقات اليومية من الأخبار. الطبيعة الساحرة الخلابة التي نقلتها عدسات مصوري صحيفة الغارديان نعرضها عليكم في جولة مصورة لهذا اليوم، نتابع. الريشة أيضاً تستطيع أن تنافس الصورة والكلمة لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة، كما هو حال رسامو الكاريكاتير، نتابع. وبهذه الأخبار والصور والرسوم نصل إلى ختام حلقتنا من هذا اليوم من كشك الصحافة. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.